وحتى قلت من شباك البترول هالفا واروح لمين تيلر ايه كلام الحب واللي الادب دي يالا الله يرحم يا حسباس اول ما جبت الموبايل ده كنت بتدوق عليه كده قبل ما تفتحه دلوقتي صديقه في فيسبوك انا حاسس ان انتم مخبيين حاجه عليا عن ابويا روح بقى ادور على ابوك وخليه ياخدك في حضنه مرة ايه انت جبتني انا ليه بغيب البرتقالات فين يا شعبان الدكتور فارس صالح قدامك يا باشا احنا بقى تقدر تقول علينا كده مصري على اماراتي مضروبين في خلاط اي انت سودي وتدور مني اي يا فارس الله واخيرا لقيت ترجمه اصل ابو فارس وام فارس كانوا بيحبوا بعض قوي وفي ليله مقمره حلوه كده جابوا فارس اهو البكر انت اتجوزت في مصر قبل كده حضرتك نزلت مصر واتجوزت واحدة ست؟ أمال يعني هيتجوز واحد راجل؟ يعني واحد وفاه يا شوشو ومعاه ملايين صاحب شركة يطلع أبويا أنا؟ أنت بتعرف حد في مصر اسمها فايزة؟ فايزة تبقى أمي هذا البيت في حرمة واحدة اللي هي أنا هذا مو شاب لتأخ من ديرة ثانية ومن قارة ثانية بعد مش هسمح لك المرة دي تقرر قرارات غلط زي ما قررتها قبل كده أنا صاحب القرار في البيت سامع ولو بعجبك تفضل برا Lo que pienses tú mejor, dejen de hablar y busquen algo que hacer. Robo, cómete la mano que lo voy a hacer.